أيها الإخوة الكرام، في هذه السورة قصص أربع. القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، شباب مؤمنون كانوا يعيشون في بلدة كافرة، وكان أهلوهم من الأثرياء، يعني كانوا يسكنون القصور وفيها ما لذ وطاب، ورغباتهم محققة وطموحاتهم ميسرة، لكن أهل هذه البلدة التي كانوا فيها كانوا بعيدين عن الله عز وجل، فآثروا أن يسكنوا في الكهف. وفرق كبير 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 بين سكن القصر وسكن الكهف، لأنهم آثروا طاعة الله عز وجل. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. رحمة الله أثمن عطاء تناله من الله، لا حدود لها، سكينة سكينة، راحة نفسية راحة نفسية، شعور بالرضا شعور بالرضا، توفيق إلى كل شيء، آثروا رحمة الله. وقال تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون. آثروا السكنى في الكهف على حياة ناعمة لكنها منقطعة بالموت، آثروا حياة خشنة فيها مرضاة الله عز وجل، وبعدها تأتي الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كم واحد منا يحتاج إلى هذا الدرس؟ ينبغي أن تقرأ كل جمعة. أحيانا تأتي وظيفة دخل كبير لكنها لا ترضي الله، ليس فيها نفع للمسلمين بل فيها إيقاع الأذى بالمسلمين. هناك ألف طريق وطريق لكسب المال، ينتج عن هذا الكسب مضرة للمسلمين. أحياناً يغش البائع بطريقة ذكية جداً لا تكشف، فيحصل أموالاً طائلة، وأحياناً يقنع بربح قليل مع نفع المسلمين فيرقى عند رب العالمين. هذه القصة يحتاجها كل مسلم اليوم، أصحاب المصانع، أصحاب المصانع الغذائية، قد يشتري مادة انتهى مفعولها، فيها حسم 30%، رسماله يقل عن الآخرين 30%، أرباحه تزيد 30%، لكن هذا الطفل الصغير الذي اشترى بها العشر ليرات قطعة حلوى في المدرسة ما نفعته أيها الصانع، أطعمته مادة انتهى مفعولها. أما حينما تقنع بربح قليل وتنفع أطفال المسلمين ترقى عند الله. يقاس على هذه القصة مليون حالة نحتاجها اليوم، تركوا القصور وما فيها من متع ومباهج وطعام نفيس، وسكنوا في الكهف. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فيها قصة ثانية، صاحب الجنتين الذي رأى أنه حقق كل الخير، وعطاء الله لا يمكن أن ينقطع بالموت، لا يليق بكرم الله أن تنتهي الدنيا وينتقل إلى دار سوف يحاسب فيها، لذلك لا يليق بعطاء الله إلا أن يكون أبدياً، فالدنيا ليست عطاءً. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمداً أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب،
وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا من دون أن يرعى الله فيها. هذا الذي أوتي جنتان وطمع أنه إذا انقلب إلى ربه فإلى جنتين أخريين، فدمر الله جنتيه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وكل واحد آثر الدنيا وهو على فراش الموت. هذا البيت الذي جهد في تزيينه سيغادره، هذه الزوجة الذي جهد في اختيارها في أعلى مستوى جمالي سيغادرها، هذا المكتب، هذه المكانة، هذه الأسرة، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. أيها الإخوة الكرام، قصة صاحب الجنتين، هذا الذي تعلق في الدنيا وآثرها، على عكس أصحاب الكهف الذين آثروا الآخرة فقنعوا بحياة خشنة. أنا أقول لكم، إذا كان طريق الغنى سالكاً وفق منهج الله، الغني أمام خيارات لا تعد ولا تحصى للعمل الصالح، أما إذا كان طريق الغنى على حساب دينه، على حساب استقامته، على حساب مبادئه، فالفقر وسام شرف لك. أيها الإخوة، القصة الثالثة قصة الافتقار إلى الله. سيدنا موسى قال أنا أعلم أهل الأرض، فالتقى بالخضر وأعلمه أشياء لم يكن يعرفها. فالإنسان كلما افتقر إلى الله رفعه الله. سيدنا الخضر في القصة الشهيرة التي وردت في سورة الكهف تؤكد لكم أن حكم الأشياء أحياناً لا تكون واضحة جلية، لكن يجب أن تقيس على سورة الكهف وعلى قصة الخضر حينما قتل غلاماً، وحينما خلق سفينة، وحينما بنى جداراً بلا طائل، أن هذه الأعمال التي فيما يبدو لا حكمة منها هي في الحقيقة فيها حكمة مطلقة. قصة سيدنا موسى والخضر تعني أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. قصة سيدنا موسى والخضر تعني وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. للتقريب، تركب سيارة غالية جداً، فجاء إنسان بمطرقة كسر لك البلور، وغالي جداً البلور، بعد حين في حاجز أي سيارة جيدة تصادر كلياً، فلما رأوا البلور مكسور تركوها. فكسر هذا البلور خير أم شر؟ سلمت لك السيارة بهذه الطريقة. هكذا لا تظنن بالله ظن السوء. الشيء الذي آلمك، الشيء الذي يصعب تفسيره، هناك حكمة بالغة بالغة بالغة، لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. أما سيدنا علي له كلمة رائعة يقول: والله والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. فنحن في أمس الحاجة إلى قصة أصحاب الكهف كي نؤثر رضوان الله على متع الدنيا التي أتت بالحرام، ونحن في أمس الحاجة إلى قصة أصحاب الجنتين، هؤلاء الذين آثروا الدنيا فخسروها وخسروا الآخرة. لذلك
طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا، خسروا الجنتين وخسروا الجنة. وسيدنا موسى والخضر تعلمك هذه القصة أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن الحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. إذن الشر المطلق لا وجود له في الكون، بل إن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله. في خير نسبي وفي شر نسبي، لكن الملخص أن لكل واقع حكمة ولو كان الموقع مجرماً، وأن حرب غزة هذه التي وحدت المسلمين ووصلت مشاعرهم إلى العمق وعرفوا من هم، هم مؤمنون والله قادر على أن ينصرهم ولو كانوا قلة. أعطانا الله بهذه الحرب جرعة منعشة، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما قصة ذي القرنين، هذا الملك الصالح، هناك توهم أن كل إنسان له منصب رفيع لعله غير جيد، لا أبداً. هذا الملك الصالح آتاه الله القوة فسخرها في طاعة الله، آتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً. يعني هذه القصة لأي واحد رشح لمنصب رفيع، بإمكانك بهذا المنصب أن تصل إلى أعلى درجات الآخرة، بخدمة الناس، بالعدل بينهم، بتحقيق مصالحهم، بالتيسير عليهم، بتأمين حاجاتهم، بالعدل بينهم. القوي بجرة قلم يحق حقاً ويبطل باطلاً. يعني مثلاً الإعلان عن التدخين في سوريا بيساوي 50,000 ليرة جزاء، أما في أي مكان آخر الإعلانات عن التدخين لا نهاية لها. وهذا أكبر معلن عن التدخين يرتدي الكاوبوي، مات بسرطان الرئة، فقال على فراش الموت: كنت أكذب عليكم الدخان قتلني، كنت أكذب عليكم الدخان قتلني. القوي بجرة قلم يحق حقا ويبطل باطلا، يقر معروفا ويزيل منكرا. فالقوة قوة المال وقوة العلم وقوة المنصب. ذو القرنين هذا الذي رشح لمنصب رفيع، هذا المنصب قد يكون طريقاً إلى الجنة. كل توقيع توقعه فيه نفع للمسلمين، حل لمشكلاتهم، تيسير لقضاياهم، ترقى عند الله إلى أعلى عليين. ألسنا جميعاً بحاجة إلى قصة أصحاب الكهف وقصة ذي الجنتين وقصة موسى والخضر وقصة ذي القرنين؟ أيها الإخوة، إذن هناك فتنة في الدين حينما يحال بينك وبين عبادة الله، وتؤثر حياة خسنة على حياة ناعمة من أجل أن يرضى الله، حينما تؤثر عملاً ذا دخل محدود على عمل ذي دخل غير محدود ولكنه لا يرضي الله، فأنت قد انتفعت من قصة أصحاب الكهف. وأما أصحاب الجنتين فتنة المال، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم. فتنة الولد والمال فتنة كبيرة. وأما موسى والخضر فتتعلم كما قال الشافعي: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، كلما ازددت علما
ازددت علما بجهلي. قصة موسى والخضر تؤكد لك أن الوصول إلى القمة شيء صعب جدا، طريق صاعدة فيها حفر، فيها أكمات، في عرق، في حر، في غبار، في مشقة، بعد جهد جهيد وعمل أكيد وصلت إلى القمة. اعلم علم اليقين أن النزول من القمة يكون في ثانية واحدة حينما يغتر الإنسان. لذلك البطولة لا أن تصل إلى القمة بل أن تبقى فيها. البطولة الحقيقية أن تبقى في القمة، لأن الأقوياء يصابون بالغرور فيرتكبون الأخطاء الكثيرة، والضعفاء يحرصون على أن تكون أعمالهم صحيحة فيرقون. هذا معنى قول بعض القائلين: أنت ضعيف هذا سر قوتك، وأنت قوي هذا سر ضعفك. والأقوياء في الأرض انهارت أنظمتهم المالية، ضعفت إمكانية عدوانهم على العالم، نرى خطهم البياني في طريقه إلى الهبوط، نراه رأي العين لأنهم أقوياء وقوتهم سر ضعفهم، ولأن العالم الضعيف ربما كان قوياً في المستقبل. أيها الإخوة، وفتنة السلطة يمكن أن تكون في منصب رفيع وأن تكون عفيفاً نزيهاً، كل يوم ترقى عند الله آلاف الدرجات لأنك سخرت قوتك لنفع الناس. أيها الإخوة الكرام، إذاً نحن في أمس الحاجة إلى الصحبة الصالحة ومعرفة حقيقة الدنيا وإلى التواضع وإلى الإخلاص. أيها الإخوة، الدجال اسم على مسمى، يدجل، يتكلم كلام غير صحيح، يتكلم بعكس واقعه، يقول: أنا جئت إليكم من أجل الحرية والديمقراطية، وقتل مليون ومليون معاق وخمس ملايين شريد، ودمر البلاد والعباد، ما في شيء ما نهب في البلاد التي جاء الأقوياء من أجل الحرية والديمقراطية. إذاً الدجال كما ورد أنه يفتن الناس، بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو مرضاً مفسداً؟ أو هرماً مفنداً؟ أو الدجال فشر غائب ينتظر؟ أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ أيها الإخوة الكرام، فتنة الدين أن تؤثر طاعة الله على الدنيا، وفتنة المال أن تنفقه في طاعة الله. لذلك هذا الدجال أو الدجال فشر غائب ينتظر، يعني تفوق العلم جعل له يعني خروقات أو إنجازات كبيرة جداً. يعني النبي قرب هذا المعنى إلينا: يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يعني في تقدم علمي مذهل، تفوق بالبنيان كما قال الله عز وجل: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين وكانوا مستبصرين وطغوا في البلاد، لا في بلدهم بل في كل البلاد، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فتنة العلم ينسى الناس عظمة هذا الكون ويتحدثون عن عظمة الإنجازات
الإلكترونية والكمبيوترات والفضائيات ونقل الصورة شيء يلفت النظر، لكن هذا الشيء ينبغي ألا يحجبكم عن عظمة الله عز وجل. وفتنة القوة أحياناً هذه القوة مسيطرة على معظم بلاد العالم، هذه الفتن في آخر الزمان، فتنة الدين وفتنة المال وفتنة العلم وفتنة السلطة والقوة. الآن ما قوارب النجاة؟ قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قارب النجاة لفتنة الدين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إلزم دروس العلم، إلزم إخوانك المؤمنين، كن معهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. يعني في مجلس علم الجلوس على الأرض وضيافة ما في، وفي ساعة طريق وساعة عودة وساعة بالدرس، وفي جلسة ببيت فيها ما لذ وطاب من الطعام والشراب والاختلاط والمناظر والأفلام. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فتنة الدين أن تؤسر أهل الحق وإخوانك المؤمنين، أو أن ترضى بحياة خشنة على حياة ناعمة مفعمة بالمعاصي والآثام. هذا قارب النجاة الأول. أما فتنة المال، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعني ما في من أقربائك واحد غني جدا وتوفاه الله وذهبت إلى بيته ونظرت إلى هذا البيت الواسع له إطلالة رائعة، من الذي اشترى هذا البيت؟ المرحوم. من اختار هذا البلاط؟ المرحوم. من اشترى هذه السريات؟ المرحوم. من اشترى هذا المنظر الرائع؟ المرحوم. أين المرحوم؟ بالقبر المرحوم، أليس كذلك؟ لذلك واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الدنيا تغر وتضر وتمر. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز إذا دخل إلى مكان حكمه في آية الآن يسموها الشعار كان يقول: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والله نحن في أمس الحاجة إلى أن نتلو هذه الآية كل يوم. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. أيها الإخوة، العبرة أن تكسب الآخرة، أن تكسب الأبد، أن تستحق جنة عرضها السماوات والأرض. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الشيء الثالث، قارب النجاة الثالث لفتنة العلم، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. سيدنا موسى من أولي العزم يقول هذا الكلام لسيدنا الخضر،
ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يا أيها الإخوة الكرام، يا أيها الإخوة الأحباب، كن متواضعا. المتواضع قريب من الله. لا تعزو إنجازاتك إلى ذاتك، لا تقول إنما أوتيته على علم عندي، قالها قارون فأهلكه الله. لا تقل أليس لي ملك مصر، قالها فرعون فأهلكه الله. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، قالها أهل وقوم بلقيس فأهلكهم الله. أنا خير منه، قالها إبليس فأهلكه الله. قل الله. أخواننا الكرام، في بالتاريخ الإسلامي درسان بليغان جدا، درس بدر ودرس حنين. في بدر افتقر الصحابة إلى الله والتجأوا إليه، أي قالوا الله فتولاهم الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. في حنين الصحابة الكرام وهم نخبة البشر ومعهم سيد البشر، لعلهم قالوا في أنفسهم لن نغلب اليوم من قلة، فلم ينتصروا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذن التواضع قارب نجاة لفتنة العلم. قبل أن تقول كلمة، قبل أن تلقي درسا، قبل أن تجري عملية جراحية، قل يا رب إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. افتقر إلى الله. وأما فتنة المنصب، ينبغي أن تكون مخلصا لله عز وجل، وألا توقع توقيعا إلا في مرضاة الله، وأن تكون قوتك لنفع الناس وخدمتهم والتيسير عليهم وحل مشكلاتهم والعدل بينهم.